قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية في جنوب القارة الإفريقية شملت أنغولا وزامبيا وموزمبيق في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمرارا وتأكيدا للأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية، مؤكدا أن الجولة شهدت أيضا توافقا في الرؤى حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ضرورة حل وتسوية النزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء والتنمية. قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة تفقدية للكلية الحربية فجر اليوم. توفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر عقد صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا معتدلا على مختلف الأنحاء في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على مختلف الأنحاء. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا والمتوسط في أسيوط الجديدة، محددة أن التسليم مستمر حتى يوم 24 من شهر يوليو المقبل. قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إن مصر ضمن 10 دول خفضت نسب وفيات الأمهات عند الولادة، موضحة أنه سيتم تطبيق التجربة المصرية في الدول الإفريقية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحة إفريقيا. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجود خطط للتوسع في العدادات الذكية أو مسبوقة الدفع، موضحا أن هذه النوعية من العدادات تعطي المستهلك فرصة كبيرة للتحكم في الإنفاق، ما يتيح له فرصة الحصول على الطاقة الكهربائية بشكل جيد، وهو نظام معمول به في جميع أنحاء العالم.